السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، تبارك الله على المتتبعين ديالنا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيناكم بواحد فيديو جديد. جا الصدفة سبحان الله العظيم، عيط لي واحد الأخ من مدينة طنجة اللي كيتبع القناة ديالي وطلب مني، بغا واحد الباك ديال الاستوديو. هاد الأخ بدر كيعمل تجويد ديال القرآن وبغى هاد الباك ديال الاستوديو باش يبقى يجود القران في الدار بالتوفيق ان شاء الله. كنطلبوا ربي الحبيب الله يسخر له، الله يتقبل منه. ودابا جبرت انا غادي نوصلوا له هاد الباك ديال الاستوديو باش كيجود فيه القران الاخوان، وبالتوفيق للسي بدر. دابا جبرت ان شاء الله نشبر الطريق باش غنمشيو لعندو. خليكم معنا حتى الاخر ان شاء الله باش نعرفوكم على السي بدر تاعو ان شاء الله في القناه ديالنا. وكنشكر المتتبعين، تبارك الله عليكم، ما تنساوش الجيم ولي كومونتير ولايك. تبارك الله عليكم، تحية للإخوان كاملين. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. هانتوما كتشوفوا الإخوان، حنا جبرتونا شابرين الطريق وغادي نمشيو إن شاء الله عند السي بدر طريق السلامة. تبارك الله عليكم، هانتوما حنا جبرتونا وصلنا لتهدرت، حنا ماشيين في الطريق دابا. جبرتونا في تهدرت ما بين طنجة وأصيلة، واحد الجو هنا اللي هو واعر بزاف، والبحر تبارك الله عامر اليوم. هانتوما جبرتونا غاديين عند الاخ ديالنا بدر. خوتي تبارك الله عليكم، احنا جبرتونا دابا قربنا عند السي بدر ان شاء الله. دابا راه حنا قرابين البلاصه اللي نعدنا عليها باش نمشيو للسي بدر ان شاء الله. الدخله ديال طنجه قرابين المرجان. نمشيو عند السي بدر لأول مرة، مسكين غنتلاقاوه، واحد الإنسان طيب تعرفنا عليه غير في اليوتيوب. دابا جبرتونا نمشيو نشوفو إن شاء الله، ونتلاقاوه غتكون واحد المفاجأة كبيرة إن شاء الله. غنتعرفو على الأخ ديالنا السي بدر لأول مرة. تبارك الله عليكم، وانتم تشاهدوا المدينة الجميلة، المدينة الجميلة مدينة طنجة تبارك الله. شوفو على جمالية وعلى خضورة وعلى الطبيعة فيها، وسبحان الله العظيم هاد الليلة كندخل لك كنرتاح. ومن هذا المنبر تحية للناس ديال طنجة كاملين، الناس عزازين عليا بزاف الناس ديال طنجة، وتحية للناس ديال المغرب كاملين من طنجة حتى للبويرة، كاع الناس ديال المغرب كاملين عزازين عليا. حنا خوت تبارك الله عليكم، تحية للمغاربة ديالنا وتحية لخوتنا في الجزائر وكاع الأمة الإسلامية تبارك الله عليهم كاملين. تبارك الله عليكم اخوتي، خليكم معايا. دابا راه قربنا عند الاخ ديالنا السي بدر وغنكملوا الفيديو ديالنا. تبارك الله عليكم. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. هذا هو الاخ ديالنا السي بدر، اول شو صار عندنا. السلام عليكم خويا عبدو، كيف الحال؟ بارك الله فيك، مرحبا بخير. السلام عليكم، كيف الامور مزيان؟ السلام عليكم، السلام عليكم. الحمد لله يبارك فيك مزيان اخويا عبدو مزيان. ممكن الاخ ديالنا بدر لاول مره غنعرفوه. الله يجازيك بخير اخويا عبدو. نقدم لكم الاخ ديالنا السي بدر، اول نهار اللي كنتعرفوا عليه، انسان طيب والراجل طيب. الله يجازيك بخير اخي انت، مرحبا بك في طنجة. جبنا له واحد الباك باش غيعمل به ان شاء الله، كيقرا السي الحزب القران، الله يوفقه في المسيره ديالو. شوفوا المسائل اللي جبنا السي بدر. مرحبا بكم المتتبعين، شوفوا الباك ديالو. مرحبا بكم، انا مرحبا بيا عندكم في القناه ديال خويا عبدو، وانا عندي الشرف بان عبدو جا عندي لطنجة. هذا نهار كبير هذا، جاب لي هذا الباك هذا ونشاركوه معكم ان شاء الله ويكون خير الله يحفظك. ها هما، هاي ها الباك ديالك، ها هو الاستوديو. هاي هذا هذا البروتون، هذا السيبورتين، هذا الكارتون ديال اللي غادي ديرو مع الفيسبوك. الله عند الاخ ديالنا وان شاء الله يتسلم المسائل ديالو. نشكرو المتتبعين، نشكرو الاخ هذا اللي شجعنا حتى هو ويتعاون معنا حتى هو. الله يسلمك، اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ عبدو، يعني كانت شي حاجه استشروا معاه، انا براسي استشرت معاه، يعني عطاني معلومات انا ما كنتش عارف صراحه، ما كنعرفش انا في هذا المجال. الحمد لله فادني، يعني انا نصيحه مني اللي بغى شي حاجه يتقداها
يتصل به، راه عنده خاطر ما شاء الله عليه، الله يبارك له الله يسر له الامور. كانت شي حاجه مزيانه يقول لك شنو دير، ما كانش مزيانه يقول لك من الافضل ما يعني ما تاخذ شنو يعني الماتيريال اللي تحتاج. هادشي اللي كاين، نتمنى الله يسر له الامور والله يبارك فيه. راسي بدار صح اخي بابا ضبطت لي الله يرحمك. لا بس هي حاجه احسن ما عجبكش غادي ان شاء الله غادي نجي حتى لعندك. يا سلام عليك ان شاء الله. الاهم حاجه عندك الله يكامل هو تبقى لي على خاطر. لا 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 على خاطر غير من الاخير اصيله ما تنفعش عليك. تشكر الله تسلم ان شاء الله نقدموا شي حاجه اخرى ان شاء الله. بزاف الله يرحمك انت انت السلام عليكم. هانتوما صافينا راجعين بحالنا، بقينا مع السي بدر. تبارك الله واحد الراجل طيب ما شاء الله، لأول مرة كنتعرفوا عليه، أطيب خلق الله السي بدر. كنتمناو له التوفيق الأخ ديالنا السي بدر، تبارك الله عليك. كنتمناو التوفيق للجميع، تحية للمشاهدين ديالنا. الله عليكم الاخوان، الله يجزيكم بخير. عاونونا بالبارطاج ولي كومونتير، ما تنساوش ديروا ابوني. الله عليكم، كنشكر المشاهدين ديالنا وكنشكر السي بدر اللي دعمنا وعاوننا في هذا الفيديو هذا. مسكين طلبنا منه باش يشارك معنا هذا الفيديو هذا ووافق. قالك ماشي مشكل ندوز مع معك في القناة، ما كنت شي مشكلة خي عبدو. وبقى كنشكرو بزاف، تبارك الله عليكم. ما تنساوش تجيبوا كومونتير. تبارك الله عليكم، شكرا.